انبيت تذكرينه اسمه احمد. انت يبغى هذا ثعبان؟ انا في عندي هذا سمك. والله يوافقه على فكره موجود. ايش ذكرتش بي ساره؟ القران انا ما في احقر مني الا فانزي. يعني انا شفت عالم بس مثلي مثلكم نفس الطينه ما اظن. حياتي اول شيء شلون دخلت لي في المسج اسمع يا ساره متاكده انك صايمه يا شمس؟ انا قلت حبيبتي نجيبه اكيد ضايق هالموضوع. هاي لسه البدايه. انا خفت من الشروط وما لي دخل. انا متزوجه اخذ منك كورس اتعلم كيف اعمل معاه كمان خليني هنا طلعت شخصيتها الاصليه اللي هي زي شمس. كمان خليني اشارك معاك اللقاء اذا ما عجبني اقلب معاك الطاوله يمكن تكون ثقيله. ده انا وانت وراح نسوي لعبه هبل. خلاص على جميع الحابين الراغبين بالتقدم الى الفنانه العظيمه الكبيره الصاعده النازله الموقره نايمه مسخره قدمون الملف على ياسر وانا وفانزي راح نختار. وقسم بالله لا اسويها صدق. هي ابتدت لعبه انا وفانزي راح نختار وانا اشوف الشروط المتطابقه وتبعتها لي. يعني انا انت حتناقشهم في الملفات لو في رشاوي تحت الترابيزه ممكن يعني خلاص ب 100 درهم تشرون ذمتك. فاحنا جاهزين اللعبه صارت جد. احنا ابتديناها لعبه صارت جد اوكي. واذا الشيء ما ناسبني انا اي وحده من فانزاتي حست ان الليفل هذا اوكي ماشي معاها حول عليها. اتفقنا بنات؟ دانديل بعد هو مو صاحي. في حد صاحي عنده مخ وذرة عقل يطلب الزواج من شمس إلا مو صاحي. فإحنا الناس اللي مو صاحين نحب نعاملهم على مستوى عقولهم. أكيد خبل وجاي يطلبني أنا خبلة. أنا ربع بطارية. أنا مخ نهين. هذا ما في هذا نفر ما في مخ. أنا في هنا في نعال داخل في يجي نعال إرمس ما في مشكلة بس ما في مخ. هو عنده مخ يطلب من الزواج بعد والله ما بس يلا يلا مع بعض يلا بنات يلا نسوي المشروع هذاك على العيد ناخذ الطلبات في رمضان وعلى العيد يتم الاختيار وفرز السي في الصح من خلالكم انتوا وانا مالي خص زين ونسوي الفيرست ديتينج اول موعد على ثاني يوم العيد ويطرش صوره وهذه ونشوف شكله ونشوف طوله عرضه مواصفات وزن اشياء واجد ايه. أمبي زهرة تقول لي طلبات عرض طلبات الزواج الكثيرة نتيجة تنظيف الشاكرات والهرمونات المتوازنة. هذا استنتاج من محاضراتك. أحبك وأنا أحبك قلبي زوزي. شوفي هو يا إن فعلا هرموناتي متوازنة فعرض الطلبات كثير زايد هالفترة ترى ما أمزح. لا تخشون انستغرام لا تدور انستغرام ليش؟ لأنه طلبات مع صورته وبروفايله وكل حياته يعني جاد جاد زين وشخصيات وكذا والله العظيم شخصيات معروفه وانتم تعرفونهم. ابو ايش السالفه؟ وش في ذا الشهر؟ شو القصه؟ يعني شنو صاير هذا الشهر؟ فهل هي فعلا هرموناتي مضبوطه او هم اللي هرموناتهم مضروبه اللي يدورون واحده مثلي تحط مليون شرط تعجيزي؟ يعني هو عارف لساني وعارف اني ححط شروط تعجيزية وعارف اني 99.9 من 10.9 حيرفض. ليش تقدم؟ ليش؟ فأكيد هو هرموناته فيها شيء انه يرضى على نفسه انه هو كذا يصير فيه او انه رجل حيل لدرجة واثق من نفسه ويبي يسوي كذا. ايش رأيك زهرة؟ انا حلت لي اللعبة على فكرة. والله حلت لي والله جد. انا متاكده باكر الصحافه والاعلام كلهم شمس ما ادري ايش راح يعنون حلو يعنونون هالموضوع ابشور. خلينا نشوف هذه اللعبه وين نوصل فيها. وي بنات كلكم تقولوا لي هاي حبيبتي ميمو اي لاف يو. تقول لي كلهم يقولون ان موسم تزاوج القطط ياسر. موسم تزاوج القطط ايوه ان الحين موسم تزاوج القطط عشان كذا في طلبات زواج ما شاء الله. حبيت والفار الكلب اللي طالبني ايش قصته؟ من يعني هو موسم تزاوج كلاب كلاب ازاي تحولوا الى قطط؟ مش عارف المهم يكون ابلج
أبلج أفلج أفلج أكحل مغوار قاهر الجيوش حتى المشدات. هذا ربيع هنيدي اسمه، هذا محمد هنيدي ربيع هنيدي. شوفوا إذا موسم تزاوج قطط يعني الموضوع رمضان الله لا يوفقهم. الحين رمضان أنت مفروض صايم مصلي ذاكر الله، وش تفكر بزواج وارتباط؟ الدليل ان الرجال حتى الصيام عندهم استغفر الله. مشلون مو كلهم اكيد يعني، مو كلهم وي عدوا انتوا بس عشان بس ما هذا مو كلهم. والله نعرف ميو حياتي انت تقول العطر غير حياتي باختصار. او ماي جاد اتمنى. شكرا بحجم السماء يا ملكة، ما ألوم العالم تطلب من جميع العالم، والسعر رمزي بالنسبة لتأثير العطر. صراحة أنت مدرسة وقدوة ومثال يحتذى بك. أوه ماي جاد أحبك عمري أنت. أدري شنو اسمك، أنت حاطة اسم محمد جنن يبدأ قلبك يا روحي يا قلبي. أي حبيبتي تقولي شموس عطر السرطان خرافي، مشكورة على جهودك وكلك ذوقي عسل، بس أريد إعلانه. حاضر عيوني حنزل لك على المفروض إنه يرسلوا لك إياه على الواتساب. خليني اشوف معاه عيوني. حياتي رورو تقول والله المواصفات كلها تمثلني في برج القوس، ونويت اشتري العطر في اي بي ولكن ما قدرت، ونويت من قلب اني امتلك العطر قريبا، وبعد اسبوع من انتهاء الفي اي بي اكرمني ربي بشغل مرة جميل، وان شاء الله اشتري كل الابراج. طاقتك مرة رهيبة، يوفقك ربي حبيبة قلبي. اصلا عندي لكم مفاجأة، في واجد بنات انا حزن قلبي عليهم ان اهما ما طالهم الفي اي بي، مرة متضايقين لأن يبون ينحفر اسمهم على الغرشة. فأنا أمس اتفقت مع الشركة إن شاء الله أني راح أعمل أجين، بس يشتغلون تابي وتمارا. هذيلا جلطوني تابي وتمارا، حد يوصل لهم تابي وتمارا هذا الفيديو جلطوني زين. بس يشتغلون أنزل الفي آي بي مرة ثانية، حفر أساميكم على العذر أجين. اللي ما قدر تسوي تسوي لها الآن. عيوني لكم والله، على أنه ترى حيل مزعج وحيل مكلف حيل، لكن أنا بتحمل التكلفة من عندي على الشركة، أنا اللي بتحملها إنزين. من البرسنتج حقي أنا أتحمل تكلفة الحفر الاسم على الغرشة لكم. أجين راح أنزل الفي آي بي أوردر، بس خلي يشتغلون تابي وتمارا. حد يقول لتابي وتمارا فكوني، ترى أنا شمس ماني طقاقة، أنا مسوية جايبتكم. فكونا شغلوا الموقع، شركات عالمية مواقعكم مش فيها. شموسة صباح الخير، أنا برج الحمل وطالع بين الميزان والعذراء، أي عطر أختار؟ والله أنت كومبينيشن يا أختي لوما. يعني إذا أنت برجك الحمل خليك على الحمل، الحمل ناري شخصية قوية، الميزان حلو معطيش بالانس، معطيش هذا البالانس، وفي نفس الوقت ان النار مو متحكمه فيك واجد. والعذراء انا رايي تروحين على الحمل او العذراء، رايي. امولة تقول انا عذراء ترابي، احسني ضعيفه، عادي استخدم الجوزاء هوائي، ممكن يضيف لي شيء في شخصيتي؟ او شو ما تقولين عن نفسك كذا ماما، ما فينا حد ضعيف، فينا حد متكسل يقوى، خصة العذراء. عذراء يعني شرس، يعني مثلا الثور ترابي قوي طيب اهبل، اوكي عشان نكون صريحه. الثور غضب عصبيه وطيب واهبل وكذا، العذراء لا ترابي بس شخصيه حيل قويه. العذراء حيل ومو هين، دامك مو طالعه تشبهين برجك مامي، اجل انت يطالع عندك يكون هو اللي مسيطر، وانت متكسله تكونين شخصيتك الحقيقيه اللي انولدتي فيها. انت متكسله ما مو ضعيفه ماما، يو ار نوت. انت لو ضعيفه ما راح تتابعيني، حطي هالشغله في بالك وفي بالكم كلكم. الانسان يتبع يتابع يهتم في اللي مثله، والضعيف ما يمثله قوي. وانتم عارفين ان انا تبارك الله يعني انا من شده القوه خلاص انا راح يطلع لي شنب، فمستحيل حتتابعيني وانت ضعيفه، انت متكسله تقوين. فرايي انا يكشف شنو الطالع او لا. حابه شيء مره مصره روحي للاسد، الاسد قوي والعقرب قوي، هذول الاثنين فيهم شراسه. الجدي 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 ترابي قريب عليك، يعني انت يا عذراء خذ الجدي خلاص، يا الثور يا الجدي، هذول الاثنين فيهم قوه.
حبي رورو تقول لي انا برج الدلو 27/1 ما ادري شنو طالعي بس شنو العطر الثاني اللي يصلح لي غير الدلو. تكلمي عن الدلو، تكلمت عن الدلو وحرجع اتكلم. والجدي للزواج، الجدي صديق اكثر من زوج، زوج عصبي. يؤسفني اقول لك الجدي حيل صديق، يعني لين الموت اذا بتاخذون حد صديق ظل معاكم لين الموت يوقف، ورمز الصداقة الجدي. الزواج حيل صعب، يعني الأرض ما تحمله شخص كرجل أنا أتكلم. وبالنسبة أنت كعطر تبين شيء غير الدلو روحي هوائي، يعني الميزان الجوزاء، أرشح لك الجوزاء. أوكي الجوزاء حلو، الجوزاء سكسي، والميزان سوبر سكسي، سوبر سكسي الميزان. هذيلا كهوائي إذا تحبين أنت كبرج هوائي غير الدلو. حاضر حبيبتي والله قلبي. رورو تقولي تكلمي عن برج العقرب، أنت مصدر ثقة بالنسبة لنا في السوشيال ميديا وكلامك موثوق غير عن أي أحد ثاني. الله يبارك لك ويقدرك دائما على تقديم الفائدة للناس. عيوني أنا ما عندي غاية إن قلت ذا ولا ذا، يعني ما عندي أي غاية غير أني راح أقول الحقيقة اللي تعلمتها وعرفتها. فحاضر عيوني أكيد اليوم هو يوم العقرب. يعني حياتي انت ام سو هابي والله العظيم اللي قاعده اقرا يفرح قلبي. I love you جد وربي. يا ها 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 برافو بيضا حكتيني مشاعر لا مو صدق. حبي زيت زيتون وسمن، انا ما ادخل زيوت مهدرجه عادي اذا زيت زيتون وسمن.